من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان رمضان، في رواية إذا دخل رمضان، الرواية المعروفة التي في الصحيحين 9 مرة: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الرواية ثانيتها رواية غير تلك الرواية، قضيس النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. خميق النبي صلى الله عليه وسلم: فتحت أبواب الرحمة، يعني سعدتكم أي مسر منك الرحمات من ربي سبحانه وتعالى ذي رمضان، إلا أنه ويخسن الترقفة الرحمة من ربي سبحانه وتعالى. من هذه الرحمات كما قال القاضي عياض في إكمال المعلم: ما يفتح الله على عباده من الطاعات المشروعة في هذا الشهر الذي ليست في غيره من الصيام والقيام وفعل الخيرات. ينزل الرحمات ذي تقرب سبحانه وتعالى ذي شهر رمضان مما يجعله سبب في دخول الجنان. يجن ذي الرواية النظن: فتحت أبواب الجنة، طاعات وقربات عبادات فعل خيرات ذي رمضان. رمضان مش نو جن البستان يانع ذيس جميع الزهور والورود مفتحة، إلا أنه يخسن ذي يرقض وني ومثاور الصدقة في رمضان، الصدقة أجرها مضاعف، وني ومثاور النوافل من الصلوات رمضان كذلك، وني ومثاور فعل الخيرات مرة مش مجنت في رمضان سيجد مبتغاه. مش هذين جن العبادة وزما ذين غنغفر خاص مرة، ولكن يجن العداد نمسر من غفر خاص في رمضان من تعنى، ألا وهي عبادة الدعاء. العبادة الدعاء في رمضان غير هذه العبادة خارج رمضان مما أصلناه في هذا المكان مرارا وتكرارا، أنه رب سبحانه وتعالى اصطفى أزمنة وأمكنة فجعل فيها فضلا يفوق الفضل خارج هذه الأزمنة والأمكنة. أول ربدان قارس ونغيطي عن رب سبحانه وتعالى ذي مكة وجشنا ونظني إجن خارج مكة، ونغيطي عن صدار بذي الأشهر الحرم وجشنا والطاعة بارا الأشهر الحرم، ونغي إطيع عن صدار بذي رمضان وجشنا، ونغي إطيع عن صدار ببري رمضان كذلك، ونغي عصان صدار بذي الأزمنة المفضلة والأمكنة المفضلة وجشنا، ونغي عصان صدار خارج هذه الأزمنة وهذه الأمكنة، ونغي حفظ خنوافل وجشنا، ونغي حفظ خلفرائض وجشنا، ونغي ديع عن اجهز ذي الفرائض يتحفظ النوافل، لأن رب سبحانه وتعالى ذي الحديث القدسي مننا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لذلك أيها الأحباب، الدعاء ذي رمضان بشذا غسبين رب سبحانه وتعالى على أن له فضلا عظيما وأن قدره جليل. من إذا نغدي إذا رب سبحانه وتعالى آية استجابة الدعاء، الآية السنمارة إذي قصد ربي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من التسى مرة قام القرآن ونوثق باري رمضان قالت على الأقلب على ذي رمضان الآية تسد سورة البقرة تسد جار الآيات نص الصيام، وميبدأ رب سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. زيدته ذك الآيات تفد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أتكمرذ
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تفذوا أنس وإذا سألك عبادي عني. أتكمل ذي الآية استجابة الدعاء لعلهم يرشدون تفذ رب سبحانه وتعالى قر أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. مسألة يتني تبدن غاس العلماء التاسنة نشميمي ويجيس إذا ربي الآية يا آر ذي كمر رهاد نسخ الصيام ذي الأحكام من الصيام ذي الأعذار ذي من ديس ديوسين مرة شد يستورخ الدعاء في مكان مستقل مين يستورخ الدعاء بين ثنايا آيات الصيام. لماذا تخللت آيات الصيام آية استجابة الدعاء؟ إن شبش ليلفت نظرنا على أن الدعاء في رمضان مع القرآن مضنة لاستجابة الدعاء وله شأن عظيم، فعلى المسلم أن يغتنم هذا الوقت الشريف. فشذا غبيا رب سبحانه وتعالى على أنه رمضان أنزل فيه القرآن، رمضان ليس الصيام زمض قاد القرآن ثاني دغس الدعاء وإذا شي زمان نيمي، لأن الدعاء في رمضان دعاء مستجاب، دعاء في رمضان لا يرد، دعاء الدعاء الذي يستوفي شروطه ولا تكون له موانع في رمضان لا يرد. وذا نغينا هذا إن رخت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ابن كثير رحمه الله يمد يسغل آية ثانية وإذا سألك عبادي عني قال وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد، يعني توجهان رب سبحانه وتعالى منها إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر. ابن مدي يوسف بن المذي كسر مغاب الإمام الرازي رحمة الله عليه في مفاتيح الغيب إننا رب سبحانه وتعالى لما قال بعد إيجاب فرض الصوم وبيان أحكامه ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فأمر العبد بالتكبير الذي هو الذكر وبالشكر زيد، بيّن أنه سبحانه بلطفه ورحمته قريب من العبد مطلع على ذكره وشكره فيسمع نداءه ويجيب دعاءه، دعاء مستجاب ولا يخيب رجاءه. أقواني تدجن كنزدم قرن ثومتين، ولكن المشكلة ما غدا في ذلك كنزيم غا وذا يستيتي واحد وش بالله عليكم مران قاد قبريد وشنوفا تين عاشين من دان زعما زعما غان عدو وذا يستيتيوي زعما نجيون زعما عدون تغانغ ها نغيم سر من تكني بريدني سجحن ديني ويسجحن باش ديوهين عاشين وقواني تكتاه. الدعاء في رمضان كنز من كنوز رمضان، لذلك يمسر من عدوى فيه من رمضان، لذلك يستهترون في رمضان كما يستهترون خارج رمضان. يمسر من الأغلبية الغالبة إلا من رحمهم الله عز وجل تصدر بني رزيسن وخصفوت الزجغ، ولكن إن حلفت فلن أكون حانثا. عدوى فيه من رمضان وفيه من كنوز رمضان وفيه من ميم سيدار بيخصص الأمة الإسلام في رمضان وفيه من يجن دي رمضان. عدوى السنن أربح إذا يس دي رمضان، عدوى السنن ثور إذا سنديت نعزم دي رمضان، عدوى السنن إلا مرضي عن الفرصة رمضان. أي رمضان يعدوه دي الدكور إليه يوم القيامة، أي رمضان أو جاء أي رمضان أي منها أي ساعة أي دقيقة أي لحظة تمر عليك يا ابن آدم يا عبد الله لا تستغلها في طاعة من طاعة الله عز وجل فإنها ستمر ولن تعود إلى يوم القيامة. والله ما تدور اليوم القيامة كما قال الحسن البصري رحمه الله يوم كنها كل يوم كنها تشرق شمسه يقول ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. إما ديس شاهد لنا أو علينا، نسأل الله عز وجل أن تكون أيامنا شاهدة لنا لا علينا، اللهم آمين. الإمام الفقيه الأصولي اللغوي المفسر الطاهر بن عاشور رحمه الله المالكي قال في التحرير والتنوير حينما ذكر هذه الآية في تفسيره قال وفي هذه الآية إيماء إلى أن الصائم مرجو الإجابة
وني زمن دعاء النس مرواد من غي من عن شنو أكل الحرام أم شنو أم شنو أم شنو الموانع عن استجابة الدعاء تونسي ورخسنت مرواد من غي من عن استجابة الدعاء دعاء ويدكور صائم وني زمن مرمي ماء مرجو الإجابة أنا إمرت غد شهر رمضان عاد إمرت غد الفريضة قال وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته دعوات في رمضان رب سبحانه وتعالى وانتتار بإذنه وكرمه قال وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان من ازدوين العلماء هذا مرة إن نخذ النبي صلى الله عليه وسلم من تقذ سيدين بين غلا قال والله العظيم تومتين إلا أنت مرقان كشنوذا واتقين تقور النبي وذا استقين سوى ركدي وذا قلت قيل نصيد ربي إن النبي صلى الله عليه وسلم قرش إيوا ما شاء إيوا ولكن روقتني وما كان روقتني النبي ما يزدي روقتني مرة روقتاني القرآن السنة الصحابة التابعين وتابعيهم نشين معليش نقمن نخش وانت قشاء من يقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن أذكر لكم حديث رسول الله كل جنس زين غدي سيخ في النس زعما شين وان حديث جسي ضاربيني وان حديث شاه زعما شين مقد سيخ في النغنية وخجتني تتحزتني زعما وغانغبو المشاكل زعما وغانغبو الهموم زعما وغانغبو يزنداني خصنا الدوان زعما وغانغبو يما وصي خصنا الخدسن زعما وغانغبو مشاكل دينية ودنيوية زعما وغانغبو المشاكل من الدنيا ذي الآخرة زعما وغانغبو المشاكل اسداه الجنة وان كسيف السن غصيدار بذي رمضان نغد ان قشتني نرسع عن ساستنيات ذي رمضان السجود اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشذيروا بنذمي سيدار به شذيروا ما عيوه ذاتي صغارين شذيرون شذذ ذبارشين وزما ذا سقوالو نشقوا فكرة بيقحينو قديروا سيدار به يا ربي ثم غاثد وقات قاري صرحيت شاية سيمولك ونتي خرقن ثم غهنتر ويسيدار بي يا ربي يا زواني تصرحي تعرفي تغوبري صفاحي زيزد الدنيا ذي الآخرة يحنجاني ويتقنار يني قشحنيني فاغن انروي ربي أما وسني رحسرانني التجاراني كرشي 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 والنومي غتعدو الفرصة يان رمضان وتستغل أديروا مولاه باش هذا سيحل المشاكل الناس الدنيا ذا الآخرة حانت قل معاصي انت قذو قتين هذا المشاكل الآخرة غان غي الجنة أو ماتينو يمكن تصور مشاكل الدنيا ذا الآخرة مش شان يجن ذا سينيا ما هذين شان المشاكل ذا الآخرة الناس شان ذا المشكلة يخفن ذا الآخرة المعاصي ذا الذنوب من نغيس بعد الخل الجنة ذا نغيس في جهنم إلا معاصينا وذنوبنا سواء عقدية أو بالعبادات لذلك خزاف كذي من يقى النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات جزء الرواية لا شك فيهن جزء الرواية ثلاث دعوات لا ترد والدكويرنت أو درح قنسنتوها من عنانت قال دعوة الصائم والنظم يزوم تمجته وزغ تتوين ديه مواه انكسر تذلل هذيك سي فسن صغاسي ذا ربي أثيار حاشاه وهو الكريم سبحانه جل في علاه دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر سنما يمي الدعاء من الصائم مستجاب قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين قال وهذا والله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة المظلوم والمسافر والصائم ميمي قال للكسرة التي في قلب كل واحد منهم وني تري نزوم تري عرز وني زوم من يخنس سورو جوني جوزن قدين فاق جاو نزوم من دوني جوزن وني قيمن ويشي يمان ويشي المكلة ويسوي بو يمان ماشي يرسنس دي خارقا يرسنس دي الأعراض دي التوينس كنت مانيس إخسوات كنت في فسنس كنت مانيس إخسوات كنت دي ضانس كنت مانيس واني تيجوز واني تيجوز وإن تخس النبي صلى الله عليه وسلم
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. السور خوني يزوم ستيدت يزوم ونيزوم من ستيدت تيري عظب تعقري الديس احتضم غا نستي هدانس تعوان ستي هدانس قانا سير خابة بثن خمي تزوم تيري فشكال ثم غا نست قرش بشبع دخمي نيزوم والسيمان رخياني تيري عظب هين لين ميمي أزومي عظيف يجد كسرة في قلبه ويتذلل لله عز وجل. ثم يمنين ابن القيم رحمة الله عليه قال يكسر سورة النفس السبعية نذمي تيرا مشنو السبع شنو روحو شنو ذي الغاب خمني تزم يتعزى يتيري يقارب غرب سبحانه وتعالى تيري حتى خمني السور السور سجن النبرة نعرضو بيدي يا رب مشم برا يوزمي ما مشي تيري يغفر قع أموني هرشن وشوني تدعان خمي تيري صحة مشنوني تدعان خمي تيري هرش مي تيري هرش تراح تقدس زيارة قادس الله يشافي قارس أمين أني برش دي قان أشي سرو ما يمي لأن يا عظيم هرش كذلك زمي تعذب بالنسبة تيري رقيق القلب ويتيري الرقة أني يحبها الله عز وجل من عباده وتري مظنة استجابة الدعاء. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليهم أجمعين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه من قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى سيستيم سرمن قوي غوند رهادة قبر غنر في رمضان بشنير على بال وخصبوا أن استعدوا النهار يومين ورتمينوت ورتنين زي رمضان برمن نوقف يخت النغ سويني ويخت الدنهارة وقيقت الجغر سيمانة ديقوان لأن خصغانا في رمضان نشين نوجد إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة يعني ذي رمضان سمقان عتقاء من النار يعني كورنها كور جيرت ذي رمضان سيدار بيتصال بايو ذا انتو غثو جبت ذيس جهنم اتصال باريهم بتوعظوا من رمضان ذي رمضان زيد يا رسول الله قال وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة كورن هذه رمضان يعني على مدار 24 ساعة في كل يوم وليلة 24 ساعة دعاء مستجاب دعاء مرمي ما تخصد في السجود خارج السجود خمد غزة تكسد المغاب مرة تغريض القرآن تكمر ذواني الصلاة عقب تشهود المهم رمضان مرمي ما في كل يوم وليلة 24 ساعة على 24 ساعة 7 أيام على 7 أيام 29 على 30 يوم كمر دعاء مرمي ما تخصد دعاء ساسد أنزل حملك بباب الله يا عز وجل ساسد تقرنش دي هوان سيدة ربي قيو ذا نعيو ذا نقتوتسن دي بوبريهن وزمادن قضان والو إيه سيدة ربي تجان توجى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد واش الشد الزغ أربي جان غني أضرح غوم سعين شنونش لا والله ما ينبغي وقحذاش غسي محمد وني غاس خص غادي يقرا ادعى سيدي ربي غادي ياوي سيدي ربي وني غاداش يقضى حاجه النهار ما تجري خنش النهره قاريد حنجا تيوض وسيدي خطب انت ودي كويرين واتكميرن اي ومن بعد ايوا خصاش نجي هذا سيك شويه نسقس فيك السبب يجند باباس قس شم السبب يجند يمام كاع قبر يرفجع ساس ثاني ذهموا رو يا رب سبحانه وتعالى قش كي جات سن متحرق شمي جات سن متحرق وجيبونش شي ناعم يود تعتقد ندين غير حق راه دعاتك كاين انت دعايا كيسن ولكن الاولى بنادم وني غاد جاي شعور هذا اخر دي جوف نسقد مع الناس وني دعاؤه لا يرد اما يجيب المضطر اذا دعاه اما خارج رمضان إيه رمضان كتا رمضان كتا رمضان زمن مبارك أيام مباركة نتسمنت النس يتري ذقجن الحال أدعى أن يستجاب دعاؤه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن ماجة في سننه بسند صحيح صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله من حديث أبي هريرة
ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم تغيو يخذت سمنا النعجوة ثلاثة لا ترد دعوتهم إذ كانت زيس النبي صلى الله عليه وسلم والصائم حتى يفطر الصائم حتى يفطر ثانية العلماء فهمت اثنين الصائم حتى يفطر يعني من ترايزوم دعاء أنس لا يرد أرضي كسر مغاب العلماء نظني النش الصائم حتى يفطر يعني عند فطره يخمد غيس أذيك رمغاب رخدني أذي دعسي دار بقد دعاء النس لا يرد أيها الأحبة في الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث آخر أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه بسند حسنه ابن حجر العسقلاني في نتائج الأفكار والشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد صائم خمد غيس ذيك رمغاب نخمد غيس عند فطره نهان رعيف دعوة ما ترد وتتاري رب سبحانه وتعالى عبد الله بن عمرو بن العاص يقال ابن أبي مليكة إنش تغت سريغس لأن انتيار وان الحديثة إنش تغت سريغ عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر خمد غيس ذيك كسر مغاب السلف تغفه من السلف تغوض ضيع نبور وقت السلف تغواش غرنبو يخفن سندي التفاهات السلف تغوى شهر نبوي خمس صفحات نضيع من وقت دي تليفون كتازي من الضياع وينقابون كتازي من الضياع كتازي من تستغل ذي القرآن ذي الدعاء قولي جنزي وما ذي قلم تيحاني يخفنس خمني تيري غاسر وقت يقيم يوحرني غير آخره من يتق واش اكسيدر مصحف يا الزميقة نغي كسيفة السنسي بدأت يتق الدعاء نغي جبت التليفون يتدفغ فيسبوك ذا انستغرام ذا واتساب اقفنا ذا ماذا قلت حاني خمسة ذي زامن من يبد هذه زامن المور بعد يجا تايدا نغي خسنا ثومتين ومن زيدهم قاشمان اقضا نغي وذا نقواج وقابو ذا نش نشا سيدي نشي جندع فنهم نقواج يقزاغ 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 بغذف الإنسان يقدم كتاب الله والدعاء والأذكار أيضا تفقن زيادة دانس وقان حتى أذكار الخروج من المنزل يتفق السور دي تليفونا مني ومن بعد هذا شين وآه المصيبة هو تخاف نهارا يوقع النبي الناشيني بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وشرق ولو بإذن الله شكفق تستخدم وقف فقد كفيت كتزقمهم لأما ولا يجديك شي السرعة تمني قم السيف من الموي جيبوا يا فريخ في الناس صوت طول غطس ولكن الواقع يفرض علينا هذا مرات غنشين الدعاة وانتسيهم في تقويم اعوجاجي مع وجه في المجتمع ادنس ادنغا في ورقي ادنهوى وها يمسر من واحد جنشا يمه واحد جنشا يمه